منحت منظمة اليونسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب. وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين موريسيو فايبل إن اللجنة تشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. ومن جانبها أكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أوزالاي أن الجائزة تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة.